ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا منساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن احد الاشخاص الموجودين في قريه الساكت بجايه، وهو بيتحدث عن الحرائق وبيقول عن تفاصيل. يلا بينا نسمع، وربنا يا رب يكون معاهم وفي عونهم يا رب العالمين ويعوضهم خير. واكيد ربنا هيعوضهم خير، لان ربنا كريم جدا جدا فوق ما احنا جميعا نتخيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزلفلاون، نحن متواجدون هنا في منطقه الساكت غير بعيد عن منطقة عشلباز. هذه المنطقة الواقعة في بلدية بجاية هي من المناطق التي تضررت كثيرا خلال حرائق الغابات الأخيرة. جيت هنا نشوف وسي دار ديت زرا لا سيتياسيون. الحمد لله لا سيتياسيون سوا ميتريزي ديا تيم سثنا تحبس جوست الدخانة يديت بينن، ولكن القبعة ترفع لجميع القطاعات التي شاركت في هذه العمليات على مستوى الولاية. الحماية المدنية يستحقون كل تقدير والاحترام. تخيلوا معي أنهم هم هنا راهم هنايا من أجل الحراسة ولتفادي أي حريق آخر في المنطقة. صراحة قطاع يستحق كل تقدير والاحترام، قطاع يستحق أن نرفع له القبعة. هم متواجدون هنا في هذا المكان على مستوى مسجد الساكت، يقومون بالحراسة إلى غاية صباحة الغد لضمان سلامة المواطنين، لضمان أن الحريق ما يتكررش. الحمد لله، يعني قطاع يستحق أن نحييه، بالإضافة إلى الجيش، بالإضافة إلى المصالح الأمنية. يعني شيء جميل جدا، بارك الله فيهم. خير إن شاء الله يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.